الافاضل هي الانطلاقات هي تسير هنا على ارضية هذا الميدان وشوطنا هنا الحادي عشر المنطلق بتحديات امسية هذه الليلة وشوطنا هنا الحادي عشر الخاص بالجمول هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة التي نتابعها. نسير معكم مع هذه الانطلاقة نسير هنا مع التحديات هملول المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة من هجن الرئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد بينما المركز الثاني ويأتينا هنا البارع لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري في تضمير شاهين يأتينا على المركز الثالث من هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في تضمير الوصول من الفارس من هجن الشحانية ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية في تضمير خامس مراكزنا يأتينا هنا الواعي لسمو الشيخ محمد بن ذياب سيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين وشاهين ينطلق هنا سادسا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. سابع مراكزنا يأتينا شاهين. ثامن مراكزنا كذلك شاهين هنا من هجن الرئاسة ومتابعة محمد بن عتيقة بن زيتون المهيري. تاسع المراكز سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم طارش بن مبارك بن قوبعة الحميري في تضميره. عاشر مراكزنا يأتينا شاهين من هجن ند الشباب مع سالم بن سعيد في تضميره. هذه هي النتيجة لمراكزنا الأولى المنطلقة بتحديات هذا الشوط وأحداثه ومجرياته. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى الصدارة وإلى المقدمة بعد أن أنهينا العشرة المراكز الأولى. نعود إلى هملول على الصدارة. هملول على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور من هجن رئاسة بمتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يأتينا على المركز الأول بينما البارع على المركز الثاني سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع محمد بن عبد الله بن ياعيد الحميري في تضمير شاهين على المركز الثالث من هجن زعبيل يتابع في التضمير راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتألق من يتابع هذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل بينما القادم الفارس على المركز الرابع من هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية المشاغب يتابع بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات على رابع المراكز. المركز الخامس المنطلق الواعي لسمو الشيخ محمد بن ذياب سيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين من يأتينا على المركز الخامس. سادس المراكز جاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي منطلقا بهذه التحديات الجميلة بينما الوصول والتسلل في هذه اللحظات هنا على المركز الثامن والقادم كذلك هنا بهذه اللحظات شاهين القادم على المركز الثامن هنا بمتابعة هنا هجن الرئاسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف يتابعه في التضمير هناك من الجانب الآخر القدوم على ثامن مراكزنا من قبل شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. تاسع المراكز شاهين القادم هنا من هجن الرئاسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضمير يأتينا تاسعا. عاشر مراكزنا والمنطلق بهذه اللحظات هنا والتحديات يأتينا شاهين من هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هنا وثاني ندا ثاني ندا مع أول ثلاثة كيلومترات من قطعات من الثمانية تبقى خمسة كيلومترات هنا أيضا في طريقة هذه التحدي. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط وهملول المسيطر هملول المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من بداية الانطلاقة حتى هذه اللحظات وهو على رأس حربة هذا الشوط. هنا هملول
هيجن الرئاسة ومتابعة حمدان بن محمد بن سعيد بن مروسج من يتابعه على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني البارع لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع محمد بن عبد الله بن ياعيد الحميري في تضمير البارع من يأتينا على المركز الثاني. والمركز الثالث شاهين على المركز الثالث المنطلق هنا من هجن زعبيل بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع على المركز الثالث. رابع مراكزنا المركز الرابع والقادم هنا الفارس على المركز الرابع هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية هنا على المركز الرابع. وعلى المركز الخامس هنا الواعي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين يأتينا على المركز الخامس وسادس مراكزنا. المركز السادس والمنطلق على سادس المراكز شاهين هنا بهذه الانطلاقة الجميلة من هجن هنا الرئاسة مع محمد بن عتيق بالزيتون المهيري. وسابع المراكز جاهين هجن العاصفة. ثامن المراكز كذلك جاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي بهذا الانطلاق الجميل. وتاسع مراكزنا شاهين من هجن ند الشبه مع سالم بن سعيد في التضمير. والمركز العاشر يأتينا هنا شاهين هنا من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بالزيتون المهيري. هذه هي النتيجة لمراكزنا الأولى المنطلقة هنا بهذه التحديات. هنا نتابع هذه المسيرة لنا عودة إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. أصبحت مشاهدينا الكرام ثنائية أصبحت هنا في هذه اللحظات مع المراكز الأولى. هناك بانطلاقة هملول على الصدارة على المقدمة والمركز الأول هجن الرئاسة وحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم هملول على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. بينما المركز الثاني ويأتينا البارع على المركز الثاني سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان يتابع محمد بن عبد الله بن ياعيد الحميري يأتينا على ثاني المراكز. والمركز الثالث شاهين من هجن زعبيل بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يأتينا هنا ثالثا على ظهر شاهين بهذه الانطلاقة الجميلة. وصل المجازف مع شاهين وهجن الرئاسة هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري رابعا. بينما المركز الخامس الفارس هنا وهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية الواعي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن محمد آل نهيان يأتينا سادسا بمتابعة الصادق فضل الأمين. سابع المراكز شاهين المتسلل هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير. شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي هملول هجن الرئاسة هنا أيضا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد القادم. هناك شاهين عاشرا هنا الانطلاق من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير. هذه هي النتيجة لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا والمقدمة الصدارة مع هملول لا زال على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. هنا بعد هذه الانطلاقة هنا بعد 2 كيلومترات هنا أيضا من غادرناهن للانطلاقة ب9 دقائق هنا أيضا 58 ثانية تابع هملول هجن الرئاسة هو حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. بينما المركز الثاني يأتينا البارع لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان هنا هجن التراث تقدم لنا البارع بهذه الانطلاقة هو محمد بن عبد الله بن ياعيد الحميري في التضمير. بينما يأتينا مندفعا شاهين هنا هجن الرئاسة
محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هملول المنطلق هنا قادما ايضا هملول من هجن الرئاسة وحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد في تضميره ياتينا على المركز هنا الرابع هذه هي رباعية جميلة المركز الخامس شاهين هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري سادسا شاهين هجن الزعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد هذه هي النتيجة السداسية التقريبية هنا مع قدوم الأسماء هناك شاهين هجن الرئاسة وهناك شاهين وشاهين قادماته من هجن العاصفة بهذه الانطلاقة ولكن الصدارة المقدمة والمركز الأول هملول هملول على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا بعد الكيلومتر الأخير منطلقا بتحديات هذا الشوط وأحداثه هملول من هجن الرئاسة مع هنا المضمر حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم على المركز الأول وصدارة هذا الشوط شاهين في المركز الثاني هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير هملول على المركز الثالث هجن الرئاسة وحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد ولكن هنا الانطلاقات هنا التحديات الجميلة هنا في انطلاقة هذا الشوط انطلق هملول بالفوز انطلق بتحدي وبالإثارة هنا ها هو هملول على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول ينطلق بتحديات هذا الشوط وأحداثه هنا هملول هجن الرئاسة وحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد يضيف النقطة العاشرة في أمسية هذه الليلة النقطة العاشرة في هذا المساء هنا مع هذا الشعار دائما وأبدا يأتي بنقاط عديدة وعديدة سواء في دولة وخارج الدولة ها هو هنا هجن الرئاسة وشعارها المميز يأتي بهذه الانطلاقات والانتصارات تهانينا والناموس ولحظة وصول هملول بالفوز والانتصار هنا هجن الرئاسة مع أيضا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد بهذا الانطلاق شاهين وصل ثانيا هجن الرئاسة ثالثا هملول هجن الرئاسة المركز الرابع شاهين من هجن العاصفة خامسا شاهين من هجن الرئاسة هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لنا عودة إلى التوقيت الزمني مع مخرجنا هنا المتابع لهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة التي نتابعها نتابع ثلاث دقيقة ثلاث ثانية سبع أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل مع انطلاقة وتحديات هنا أيضا هملول هجن الرئاسة شكرا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد بينما المركز الثاني وصل شاهين من هجن الرئاسة بثلاث دقيقة 12 ثانية وفاء وتماما وكمالا تهانينا هجن الرئاسة شكرا أيضا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ثالثا هنا هملول 12 دقيقة 11 ثانية 8 أجزاء من الثانية و9 أجزاء من الثانية من هجن الرئاسة مع أيضا حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد